هذا الركام يعود لمبنى بني عام 1886 دمره انفجار المرفأ، إلا أن الخسارة لم تكن فقط لدمار هذا التراث، إنما لوفاة أحد أبناء أصحابه على أثر التفجير. هي نكبة حلت على العائلة على كل الصعد. ابنها عبد البالغ من العمر 38 عاما قتله التفجير هو وصديقه، فيما شقيقه عصام بقي تحت الركام لسبع عشرة ساعة قبل انتشاله متضررا. وركضت لأطلع عند خيي لحتى أشوف إذا عنده، لحتى أحضر معه أخبار يعني وأسأله شو عم يصير. وبهذا الوقت قشطت كل البناية، وهي هون البناية يعني هيدا شو بقي من البناية، هون كان في كلها بناية، بقي مطلع الدرج يلي بيوصل لثلاث طوابق. الحيط الأزرق هو بيتي، الحيط الأصفر هو بيت خيي عبده، والحجر الرملي فوق هو بيت أختي. أختي ما كانت بالبيت وقت الانفجار. أنا ضليتني 17 ساعة و20 دقيقة تحت الردم، وعبده ضلوا تقريبا شي 22-23 ساعة لقدروا شالوا عبده وشادي. هي لحظة وجود عصام تحت الركام يوم التفجير، حينها ساعد فريق قناة العربية في إنارة المكان المظلم بضوء كاميرته ليتمكن الدفاع المدني من انتشاله. أنا ضليتني أعيط، كنت عم عيط لخيي وللعالم، يعني كنت صرت أعيط لحتى يسمعوا. بعد شي ساعتين ثلاثة حدا رد علي. شو كنت عم تفكر لحظتها؟ ما كنت عم فكر، ما بعرف شو بدالك بشو كنت عم فكر. في كتير اشياء، انشليت اجري وصار عندي يعني عندي دامج بالنيرف ما بقى بحس فيها. هونيك بلشوا يشيلوا الردم من فوقي، وعلى الشمال قصوا الحيط وجربوا ينتشوني. أحد لم يلتفت إلى هذه العائلة المنكوبة للمساعدة. ما في حدا من الجمعيات، من كل الجمعيات يلي بلبنان قدروا يساعدوا بإعادة العمر. وحكينا الدولة كمان، مش الدولة يلي هو الجيش، نستلم كل شيء. كمان الجيش يعني ناطرين لحتى نشوف مين رح يقدر يساعد إعادة الأعمار. أما الوالدة المفجوعة فتبكي مصابها في شقتها التي استأجرتها بعد أن أصبح منزلها ركاما. بلحظة بثانية خسرت كل شيء، خسرت عمري وحياتي اللي هو ابني أول شيء. بعدين ما تسألي عن الأشياء المادية، يعني في شيء يعوض وفي شيء لا يعوض. عبده بكري، عبده ابني الحنون، عبده ابني المهذب، عبده النسمة، عبده ربيع عمري. ليه؟ كرمال مين؟ ليه أنا بدي أخسر ابني بلحظة؟ وبعد سنة على جريمة العصر لا تزال العائلة بانتظار العدالة التي تأخرت. هن ضحايا الفساد والظلم، ضحايا الناس اللي بلا ضمير، بس في الله هو رح ياخذ لنا حقنا، لأنه الهيئة حقنا على الأرض ما رح يبين. بعده رئيس الجمهورية نايم، وكل السياسيين اللي حدوا اللي هن رأس حربة الفساد كلهم ولا حدا سألان عنا. الصور والذكريات والدموع أصبحت وحدها رفيقة الوالدة. ناهد يوسف، الحدث، بيروت.